بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في باب البقاء على أن ذكر أن استدلال الشيخ الهروي بقول الله عز وجل والله خير وأبقى هو الآية على بقاء الرب عز وجل، وهم يعنون صفة العبد، بقاء العبد. وهو في الحقيقة إنما من تأمل كلامهم إنما قصدوا فيه بقاء شهود الرب في قلب العبد، حيث قال في الدرجة الأولى بقاء المعلوم بعد سقوط العلم عينا لا علما، وبقاء المشهود بعد سقوط الشهود وجودا لا نعتا، وبقاء ما لم يزل حقا وبإسقاط ما لم يكن محوا. المقصود في جملة الأمر بقاء المعلوم الرب سبحانه وتعالى بعد سقوط العلم. يعني ايه بعد سقوط العلم؟ المعنى الصحيح لهذه الكلمة بعد ان يشهد العبد انه لم يكن منه هو نفسه علم، بل علمه في الحقيقة جهل بالنسبة الى علم الرب سبحانه وتعالى، وهو الذي حدث ان الرب سبحانه وتعالى من على عبده بهذا العلم وهذا الشهود حتى فيستحضر العبد أنه لم يكن منه أصلا إلا أنه قبل هبة الله عز وجل ومنته، ليس هو إلا محلا لنعمة الله عز وجل. فلم يعد يشهد من نفسه علما، ولم يعد يشهد من نفسه إحسانا وشهودا عبادة لله كأنه يراه، لم يعد يشهد من نفسه فضلا. لماذا؟ لأنه مستغرق في شهود بقاء الرب عز وجل كما شهد أزليته وأوليته، فهو يشهد بقاءه بعد خلقه، وأن كل من لم يكن، كل المخلوقات لم يعد لها أثر في قلبه لأنها زائلة، لأنها زائلة فلم يعد لها أثر في قلبه، فلم يبقى في قلبه إلا حب الله عز وجل، إرادته، لم يبقى إلا مراقبته، وهو في نفس الوقت شاهد أو يعني زال من قلبه شهود أن هذا العلم وهذا الإحسان أو هذا الشهود وهذا الذي حصل في قلبه شيء من قبل نفسه، لم يعد يرى ذلك أبدا. الذي زال من قلبه بالكلية كل عجب بالنفس، كل نسبة فضل إليها، وإنما الفضل كله لله، فقد زال الشعور بأنه على علم، وزال الشعور بأنه على إحسان، وزال عن قلبه الشعور بأثر نفسه وأثر غيره، لأنه مستحضر أن الرب عز وجل هو الذي يبقى عز وجل، أنه الباقي سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، كما أنه كان الأول فهو الآخر، فالخلق فيما بين ذلك كالعدم، والناس لذلك لا أثر لهم في حياته، لا أثر لهم في أموره كلها، لأن كلهم ممن لم يكن. لذلك يقول بقاء ما لم يزل حقا، هي بقاء من لم يزل حقا بإسقاط ما لم يكن محوا. يعني الله عز وجل هو الذي لم يزل، وما لم يكن هو كل الخلق قد نوحوا من قلبه. يقول ابن القيم قوله في الدرجة الثالثة وبقاء من لم يزل حقا بإسقاط ما لم يكن محوا،
أن يغلب على القلب سلطان الحقيقة ونور الجمع. نور الجمع يعني أن كل الكائنات مردها مجتمعة إلى الرب سبحانه وتعالى، هو الذي أوجدها، هو الذي خص من شاء بما شاء، وهو الذي أعطى من شاء ما شاء. الأمور كلها بتدبيره وملكه سبحانه وتعالى، والخلق جميعا قبضته سبحانه. يقول: حتى ينطمس من قلبه أثر المخلوقات كما ينطمس نور الكواكب بطلوع الشمس. يبقى الخلق كأنهم عدم، لا يبحث عن رضاهم ولا سخطهم، ولا يبحث عن مدحهم ولا ذمهم، ولا حتى في نفسه هو لا يرى لنفسه فضلا ولا استحقاقا لشيء، وإنما لم يعد يشهد إلا فضل الله وإحسانه. هذا المعنى الحسن. يقول: ويبقى فيه، يبقى في القلب تعظيم من لم يزل، وذكره وحبه والاشتغال به لا بغيره. من لم يزل هو الله. يبقى في القلب تعظيم من لم يزل، تعظيم الله عز وجل الباقي بعد خلقه، وذكره، يبقى فيه تعظيمه وذكره وحبه والاشتغال به. فالدرجة الأولى بقاء في مرتبة العلم. وفي الحقيقة من تأمل كلام الشيخ الهروي دل على أنه قصد بالبقاء بعد الفناء، ليس أن العبد هو الذي يبقى بعد أن شعر أو وصل إلى درجة الفناء، بل هو بقاء الرب في قلب عبده، بمعنى بقاء حبه وتعظيمه دون من سواه. لذلك استدلاله بالآية يكون له وجهه. بقاء الدرجة الأولى بقاء في مرتبة العلم، اللي هو يقول بقاء المعلوم بعد سقوط العلم عينا لا علما، يعني إيه بوجود ذلك حقيقة، وليس أنه يعرفه ولا يطبقه. الإنسان ممكن يبقى فاهم الكلام ده لكن ما عندوش تطبيق عملي له. يعني إيه بقاء المعلوم بعد سقوط العلم؟ يعني اللي حصل من الخضر عليه السلام عندما قال: يا موسى أنا على علم من علم الله علمني، وأنت على علم من علم الله علمكه، وما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. فيبقى شعور الإنسان من عنده علم ده، مع أنه هو موجود يعلمه، لكن تحقيقا ليس عنده يعني تزكية للنفس، ليس عنده استحضار بأني صاحب علم من عند نفسي، إنما هو بالله عز وجل هو الذي من وجد. والمرتبة الثانية بقاء في مرتبة الشهود. الشهود زي ما قلنا هي مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى. فهو في هذه الحالة لا يشهد أن هذا الإحسان أو هذه العبادة على أكمل وجه حصلت منه، وإنما هي منة من الله وحده لا شريك له، وإنما ليس من نفسه شيء، ليس من نفسه فضل. هذا الشهود المشهود هو الذي جاد به، المشهود سبحانه وتعالى الذي يعبد كأنه يراه العبد، هو الذي أعطى العبد المؤمن هذا من محض فضله وجوده. والثالثة بقاء في مرتبة الوجود. مش الوجود بمعنى أن وجوده لم يعد إلا وجود الرب سبحانه وتعالى، لا، المقصود أنه وجد الله، فقد وجد قربه ووجد حبه، وجد كمال القرب منه سبحانه وتعالى. فهو في هذا لم يشهد من نفسه شيئا، لأنه ممن لم يكن، فقد محي هو والناس والخلق كله من وجود أثر لهم في القلب، فهو ناظر دائما، فقد وجد الله سبحانه وتعالى، فلم يعد عنده أدنى اهتمام بالخلق،
ولم يعد عنده أدنى شهود لهم أنهم أصحاب أثر، أصحاب فضل عليه، أصحاب يعني ضر أو نفع له، أو موت أو حياة، ونفسه بالنسبة إليه كذلك لا يملك لها نفسا، لا يملك لها ضرا ولا نفعا، ولا يملك لها عطاء ولا منعا. قد موحي كل ذلك وبقي الرب عز وجل وحده لا شريك له. يقول: يمكن شرح كلامه على وجه آخر، وهو أن المعلوم يسقط شهود العلم، فالعلم يسقط والمعلوم يثبت. فالعبد إذا بقي بعد الفناء سقط علمه في مشهد عيانه، حيث تبقى مرتبة العلم عيانا، فيسقط العلم بالعيان. يعني يقول هو تجاوز مرحلة العلم إلى مرحلة العيان. وقد تكلمنا مسألة أن المعاينة هنا لا تحصل معاينة حقيقية، إنما هي ما زالت في مرتبة العلم، إنما يعاين الناس ربهم يوم القيامة. يقول: بحيث يصير عينا لا علما، فيسقط العلم بالعيان بحيث يصير عينا لا علما. فإن نظرت إلى العلم باعتبار العين وهي حضرة الجمع سقط العلم، فإذا نظرت إليه باعتبار الفرق لم يسقط، فسقوطه في حضرة الجمع وثبوته في مقام الفرق. مقام الفرق معناه أن هناك، رغم أن الله عز وجل هو الذي خلق كل شيء ودبر أمر كل المخلوقات، إلا أن هناك ما يحبه ويرضاه، وهناك ما يسخطه وأباه، هناك من قربه وهناك من بعده، وهو في ذلك يشهد فرقا لا بد من شهوده. فعندما يستغرق في شهود أن الكون كله مدبر من الله سبحانه وتعالى، مملوك له عز وجل، أوامره نافذة فيه، فعند ذلك يكون قد وصل إلى يعني كأنه يعاين، وبالتالي فلا يحتاج إلى العلم. هذه الطريقة الأخرى في الشرح. يقول يعني: وقوله وبقاء المشهود بعد سقوط الشهود وجودا، يعني بقاء الحق الذي هو المشهود بعد سقوط الشهود الذي هو المخلوق. كان المشهود صفة المشاهد، والمشاهد وصفاته مخلوق، ومشهوده سبحانه غير مخلوق، كما أن علمه وذكره ومعرفته مخلوقة، والمعلوم المذكور المعروف سبحانه غير مخلوق. وإذا كان الموصوف قد فني، موصوف العبد بقى، وصفاته تابعة له في الفناء، فيفنى شهوده ويبقى مشهوده. وجودا لا نعتا، أي سقط وجود شهوده لا نعته والإخبار عنه. وهذا ليس هذا الكلام هو المقصود، والله أعلم. المقصود في كلمة شهودا لا نعتا إن الإنسان ممكن يعرف يوصف الحال ده وهو مش متصف به، لكن هو يقول لا، ده وجد هذه الحالة بالفعل. يعني واحد يعرف يوصف المحبة لكن مش محب، زي واحد يعرف يوصف الصحة بس هو مش صحيح، واحد يعرف يوصف الغنى لكن هو مش واجد للغنى. فهو يقول أنه إيه، بقاء المشهود بعد سقوط الشهود وجودا لا نعتا، يعني الحالة دي اللي يقول الشهود دي اللي هي حالة الإحسان، أو نقول مقام الإحسان، قد وجده بالفعل، وليس أنه يستطيع أن يصفه ولم يجده. فبيقول هذه الدرجة بقاء المشهود، أي في قلبه، بقاء الرب سبحانه وتعالى في قلبه، مش بقاء أن الرب قد وجد في القلب، تعالى الله الله فوق العرش، ولكن بمعنى أن بقاء الرب سبحانه وتعالى معبودا محبوبا مذكورا، ليس أن وجود الرب حل في القلب، الله فوق العرش بائن من خلقه، ولكن لم يعد في القلب إلا حبه وذكره ومعرفته والقرب منه، وقد وجد هذا، وليس فقط كما قد نستطيع أن نصف ولسنا نجد. وهذا المقام
الذي هو وجود المشهود قد وجده صاحبه وليس فقط ينعته، وكما ذكرنا قد وجده مشاهدا أنه من الله وحده لا شريك له، وجد هذا المقام لا يشهد من نفسه فضلا. وقوله وبقاء ما لم يزل، هي من لم يزل زي ما قلنا، حقا بإسقاط ما لم يكن محوا، يوضح المراد من الدرجتين اللتين قبله، ومعناه بقاء الحق وفناء المخلوق. والحق سبحانه لم يزل باقيا، فلم يتجدد له البقاء، والفناء المتعلق بالمخلوق فناؤهم في شهود المشاهد ومحرسومهم من قلبه بالكلية، لا فناؤهم في الخارج. فحاصل ذلك أن يفنى من قلبك إرادة السوى، إرادة من سوى الله، أنت لا تريد إلا الله وشهوده والالتفات إليه، ويبقى فيه إرادة الحق وحده وشهوده والالتفات بالكلية إليه والإقبال بجمعيتك عليه. فحول هذا يذندن العارفون وإليه يشير السالكون، وإن وسعوا له العبارات وصرفوا إليه القول، والله أعلم. يعني خلاصة الكلام أن يكون في القلب حب الله وإرادته والإخلاص له وتعظيمه، وعدم الالتفات إلى الخلق، وعدم التوكل عليهم، وعدم الرغبة فيهم. وبالنسبة إلى من ضمن هؤلاء الخلق النفس، نفس الإنسان، فهو لا يشهد لها فضلا، ولا يعمل من أجل علوها، ولا يعني يعمل للبحث عن منزلة لها، لأنه لم يشهد لها أصلا فضلا حتى في أعظم المقامات، مقام الإحسان. فهو لم يشهد أنه صدر منه شيء، وإنما هو كان محلا لفضل الله. ووالله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا هداية إلا به سبحانه وتعالى، ولا منة إلا منه عز وجل. فهذا هو المستغرق في قلبه لنفسه وللخلق، لا يشهد لهم فضلا، ولا يشهد لهم إلا الانفعال، إلا أنهم أثر لعطاء الرب سبحانه وتعالى. قال فصل، قال باب التحقيق. قال الله تعالى أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال التحقيق تلخيص مصحوبك من الحق، ثم بالحق، ثم في الحق. وهذه أسماء درجاته الثلاثة. وجه تعلقه بإشارة الآية أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم طلب الانتقال من الإيمان بالعلم بإحياء الله الموتى إلى رؤية تحقيقه عيانا، سمى هذه المرتبة وهي مشاهدة إحياء الموتى أثناء إحيائهم تحقيقا. يقول فطلب بعد حصول العلم الذهني، يعني هو الإنسان يتخيل، يعني يتصور ويؤمن ويعتقد دون أن يرى أن الله يحيي الموتى. سيدنا إبراهيم حصل له ذلك قطعا ويقينا، وهي درجة الإيمان. ولم يكن سؤاله ربي أرني كيف تحيي الموتى لكي يصل إلى درجة الإيمان، قد وصل إليها، وسؤاله إنما ليصل إلى ما هو أعلى منها، هي تتضمنها وزيادة، تتضمن درجة الإيمان وزيادة. يقول طلب إبراهيم بعد حصول العلم الذهني تحقيق الوجود الخارجي، فإن ذلك أبلغ في طمأنينة القلب. زي ما قلنا، واحد بيخبر واحد ثقة عنده بأن حصل حريق في المكان الفلاني، جاله اثنين وثلاثة واربعة وخمسة، تأكد إذا حصل فعلا، أو أخبره واحد أن فلان مات، وبعدين جاله اثنين وثلاثة واربعة وخمسة قالوا له فلان مات، تأكد بالفعل، وبعدين في حاجة أعلى منها اللي هو إيه، شافه ميت. فهذا قد حصل له أعلى المراتب في هذا المقام. يقول لما كان بين العلم والعيان منزلة أخرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. المقصود أن سؤال إبراهيم لم يكن شكا، والرسول صلى الله عليه وسلم تواضعا منه
وتأكيدا لنفي الشك عن إبراهيم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، لو وأنتم موقنون أني لم أشك، فتأكدوا أن إبراهيم لم يشك. يعني هذا معنى نحن أحق بالشك من إبراهيم، إبراهيم لم يشك، تأكدوا من هذا، فلو كان هناك شك لكنا نحن أولى به، وأنتم تقطعون أني لا أشك، ولذلك تأكدوا أن إبراهيم لم يشك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشك، ولكن أوقع اسم الشك على المرتبة العلمية باعتبار التفاوت الذي بينها وبين مرتبة العيان في الخارج. ده كلام تاني، شرح تاني. ده بيقول كأنه سمى العلم شكا، وان في حالة اعلى منه ثم مرتبة العيان. والصحيح ان هذا الشرح ليس صحيحا، ان العلم لا يسمى شكا، وان سيدنا ابراهيم نفى ان يكون قد شك، وانما قال بلى اي قد امنت، وليس عنده شك. يقول اوقع اسم الشك على المرتبة العلمية باعتبار التفاوت الذي بينها وبين مرتبة العين في الخارج، وباعتبار هذه المرتبة سمي العلم اليقيني قبل مشاهدة معلومه ظنا. قال تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، وقال تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. يقول إن ده بالنسبة للي هيحصل لهم بالمعاينة كأنه ظن مش يقين، هم موقنين. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة، هو ده يظنون أنهم ملاقوا الله، ظنهم في الدنيا يقين، بس اليقين ده بالنسبة للمعاينة ظن. عايز يقول العلم بالنسبة للتحقيق كأنه شك، ده طريقة أخرى في الشرح فيها. يقول هذا الظن علم جازم كما قال تعالى واعلموا أنكم ملاقوه، لكن بين الخبر والعيان فرق، وفي المسند مرفوعا ليس الخبر كالعيان، حديث صحيح، ليس المخبر كالمعاين. ولهذا لما أخبر الله موسى أنه قد فتن قومه وأن السامري أضلهم هو أيقن بذلك قطعا، ورجع وقد علم، ورجع لما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، ولكن كان يحمل الألواح وكان يعني يملك نفسه، لم يحصل له من الغضب، وإلقاء الألواح ما حصل له عند مشاهدة ذلك. إذا عرف هذا فقوله التحقيق تلخيص مصحوبك من الحق، ها هنا أربعة ألفاظ بتفسيرها يفهم مراده إن شاء الله. أحدها لفظ التحقيق وهو تفعيل، إن حقق الشيء تحقيقا، فهو مصدر فعله حقق الشيء أي أثبته وخلصه من غيره. التحقيق يعني عمل يقع في قلب الإنسان يصل به إلى الحقيقة الكاملة، ليس التحقيق هذا مجرد علم ولا ظن، وقد أصبح يعني أصبح يرى ذلك يعني تأكيدا. الحقيقة إن المسائل دي إنما تحصل للإنسان بالمرتبة التي استدل بها اللي هي قصة إبراهيم عليه السلام، لما عاينه معاينة الله عز وجل جعله يعينه، ودي حصيلة لسيدنا إبراهيم، وحصيلة لسيدنا موسى عليه السلام في سماع كلام الله، وحصيلة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما رأى من آيات ربه الكبرى. ومن دون ذلك هو في مقام الإحسان، هو في مقام أن تعبد الله كأنك تراه مهما كان. الأنبياء هم الذين عاينوا، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رأى الجنة والنار صلى الله عليه وسلم، ورأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، ورأى سدرة المنتهى، ورأى أنهار الجنة الأربعة تخرج من أصلها. هذه رؤى مثل رؤية إبراهيم لإحياء الموتى. ف
فإبراهيم طلب ذلك في منزلة واحدة في أمر واحد وهو إحياء الموتى، وأعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة أراه إياها، بعضها في المعراج وبعضها في الدنيا. ونحن ما نصيبنا من ذلك؟ نصيبنا في الجملة ما زال يؤمنون بالغيب، إذن لم نصل إلى هذه المنازل التي وصل إليها الأنبياء. لكن هو يعني عايز يقول ان الانسان ممكن يوصل للكلام ده، ممكن نقول ان ازدياد الايمان جدا جدا هيوصله الى درجة كأنه يرى تحقيقا. هذه لفظ التحقيق تفعيل من حقق الشيء تحقيقا، اي اثبته وخلصه من غيره. الثاني لفظ التلخيص، معناه تخليص الشيء من غيره، فخلصه ولخصه يشتركان لفظا ومعنى، وإن كان في التلخيص أغلب ما في الذهن والتخليص أغلب على ما في الخارج. التلخيص شيء ملخص، يعني إيه؟ الخلاصة، مش كده؟ يعني شيء حصل له علم منفصل عن غيره، ما يختلطش بغيره، بحيث ان هو ما في ذهنه الامر كامل ومجتمع، وفي نفس الوقت مش بيفلت منه حاجة عشان هو ملخص، وفي نفس الوقت مش ايه، مش بيختلط بغيره، حافظهم الملخص ده، الخلاصة بتاعت الشيء، بحيث ان ما فيش حاجة فلت منها خارج عنها، ولا ان في حاجة دخل فيها من غيرها اتلخبطت مع بعضها. التخليص بقى ده بيبقى في الخارج. يعني ايه في الخارج؟ يعني حاجات دخل بعضها يفصلها، يخلي ده على حدة وده على حدة، الحق هو والباطل هو، حصل تخليص. طبعا الكلام ده في الإرادات والمقاصد، هو ده المقصود. اولا يبقى عنده علم بالله عز وجل وبشرعه وأوامره ونواهيه، عنده شمول لها، وعنده مفيش حاجه تايهه منه، يعني ضايعه من ذلك، من اسماء الله وصفاته وافعاله بالنسبه للي ما ورد في الكتاب والسنه طبعا، وبالنسبه لشرعه، ولا مختلطه بغيرها. الباطل بيحصل من الامرين دول، ان يحصل ان الانسان يكون في شيء من الحق غايب عنه، أو إن يكون شيء من الباطل دخل على الإيه؟ على الحق، فاختلط الاثنين. واحد الشريعة دي مش عارفها، أو في أجزاء مش عارفها فيها، أو عنده الشرع مع غير الشرع دخلوا على بعض، فإيه؟ فاختلطوا، فحصل باطل، فحصل اختلاط بين الحق والباطل. فالتحقيق إن هو يخلص هذا من هذا ويلخصه، بمعنى ان الحق يبقى كامل معاه، وفي نفس الوقت مش مختلط بغيره، في معرفة الله عز وجل وإرادته ومحبته، لان كل الاثنين دول او كل واحدة من الحاجات دي ورد عليها السببين للخلل. يا اما في اشياء من الحق ضاعت منه، يا اما في اشياء من الباطل دخلت عليه. نقول مثلا في المعرفة بالله عز وجل، معرفة أسمائه وصفاته، إن يكون مستحضر لأسمائه وصفاته التي وردت في الكتاب والسنة، ومتأثر بكل اسم منها وفعل. الخلل بيجي منين؟ الخلل بيجي إن واحد يبقى غافل عن بعض ما ورد من كمال الرب سبحانه وتعالى، أو إن يكون دخل عليه اعتقادات باطلة في حق الله عز وجل، اعتقد نقصا من جهة معنى، اعتقد لله صاحبة أو ولدا، ولهذا ولدا يوصله الكفر، أو اعتقد لله عز وجل عجزا أو فقرا، أو اعتقد نفي صفة من صفاته، ولهذا ولدا دخل الحق بالباطل، اختلط. وبعدين بعد كده في الإرادات، واحد إرادته فيما يحب الله عز وجل ويرضاه،
اللي شمل كل ما يحبه الأرض ده أكمل الإرادات دي، إرادات الأنبياء وغيرهم. أنت بالنسبة لك أنت تكون عندك إرادة قوية في جنب وإرادة ضعيفة في جنب، وأحيانا حاجات أنت لا تريدها، وأحيانا يبقى مش بيحبها. يعني أنت تريد الله سبحانه وتعالى أو تريد طاعته في طاعة أنت بتحبها. واحد مثلا بيحب الصلاة، واحد بيحب الصيام، واحد بيحب الجهاد، وفي حاجات تانية ضعيفة عنده. اللي اكتمل في ذلك هو اللي في قضية الإرادة والمحبة والإخلاص، عنده ملخص كله موجود وحاصل في قلبه. وحاجة تانية انه في النوع التاني بقى اللي من الفساد، انه مش النقص بقى، مش انه في حاجة ضعيفة او حاجة مش موجودة، ده بيحب كل حاجة ربنا بيحبها ويريد كل ما يريده الله. وده زي سيدنا ابو بكر الصديق لما يقول يا رسول الله هل يدعى احد منها كلها من ابواب الجنة؟ من كان من ابواب من اهل الصلاة دعى من باب الصلاة، ومن كان من اهل الصدقة دعى من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان. فواحد بيحب الصلاة أكتر، واحد بيحب الجهاد أكتر، واحد بيحب الصيام أكتر. وممكن يكون واحد عنده جنب وما عندوش التاني، نقص في هذا الجانب. اللي وصل لمرتبة التحقيق اللي هو تم تلخيص كل ما يريده الله ويحبه فهو عنده كامل بيحبه. أبو بكر الصديق يقول يا رسول الله ما على أحد دعي من أحد هذه الأبواب من ضرورة، هل يدعى أحد منها كلها؟ قال نعم، وإني أرجو أن تكون منهم. إن واحد بيحب كل حاجة ربنا بيحبها وإرادته مش ضعيفة في حاجة، في واحدة منهم، فضلا أنها تكون معدومة، فضلا أنها تكون عكسية، إنه يحب حاجة ربنا ما بيحبهاش أو حاجة يبغضها الله سبحانه وتعالى. النقص الثاني اللي بيدخل على الإنسان في هذا الباب اللي هو اشتباك الحق بالباطل. عشان كده يقول في تخليص، تلخيص وتخليص. التحقيق يشمل التلخيص والتخليص. تخليص بقى الإرادة بمعنى إرادتك أنت، حبك، معرفتك، ما يبقاش فيها حاجة غلط. لأن الذي يريد المال، يريد الجنس، يريد الرياسة، دي كلها إرادات فاسدة. وجودها مع إرادة الله سبحانه وتعالى تؤدي إلى ضعف أن يريد الله عز وجل، ضعف الإخلاص أو زواله بالكلية. وكل إرادة تخالف ما يحبه الله عز وجل ويرضاه تنقص من إرادة الله سبحانه وتعالى، أو يستحق العقوبة عليها إذا غلبت على الإنسان. فمطلوب التحقيق في ذلك ان هو في كل ما ذكر يكون في معرفة الله، اسمائه وصفاته وافعاله، في ارادته، في محبته، يكون يحبه بكل ما يحبه ويرضاه وبكل ما ورد، ويعرف كماله على كل ما ورد، وفي نفس الوقت ليس عنده اختلاط بغيره، ليس عنده اختلاط بباطل، لا في باب المعرفة ولا في باب المحبة ولا في باب الإرادة. والله أعلم. يقول التخليص أغلب على ما في الخارج. فالتلخيص تلخيص الشيء في الذهن بحيث لا يدخل فيه غيره، والتخليص إفراده في الخارج عن غيره. الثالث كلمة المصحوب، بيقول تلخيص مصحوبك من الحق. المصحوب هو ما يصحب الإنسان في قصده ومعرفته من معلوم ومراد. الرابع الحق وهو الله سبحانه، وما كان موصلا إليه مدريا للعبد من رضاه. إذا عرف هذا فمصحوب العبد من الحق هو معرفته ومحبته وإرادة وجهه الكريم وما يستعين به على الوصول إليه وما هو محتاج إليه في سلوكه. فالتحقيق وتخليصه من المفسدات القاطعة عنه الحائلة بين القلب وبين الموصل إليه، وتحصينه من المخالطات، وتخليصه من المشوشات. يبقى بيقول أول شيء تخليصه
من المفسدات القاطعة، وتحصينه من المخالطات، وتخليصه من المشوشات، فإن تلك قواطع له، قواطع له عن مصحوبه الحق، وهي نوعان لا ثالث لهما، عوارض محبوبة وعوارض مكروهة. فصاحب مقام التحقيق لا يقف مع العوارض المحبوبة، فإنها تقطعه عن مصحوبه ومحبوبه. يعني في حاجات الواحد بيحبها، لكن لو وقف معاها وتعلق بيها مش هتوصل، بالتأكيد هتأثر على وصوله ربنا. واحد بيحب عياله حتى جامد جدا، هيخليه الأمر ده من أجله يفتن، وإنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنه عشان العيال هيضحي بحاجات كتير، وأحيانا ربما يترك فضل، يعمل معصية، بعضهم ربما يكفر. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، عشان بيحب أهله وبيحب يعني أبوه وأمه وما يقدرش يفارقهم، يوم يكفر علشان ما يبقاش فارق أهله ومجتمعه. أكتر الناس بيحبوا حاجة معينة لما يقفوا معاها تخليهم ما يقدرش يتخلص من معصية الله بسببها، يوم يقع في المعصية بسبب ذلك، وأحيانا يوصل للكفر، وأحيانا يوصل للنقص، يبقى ما بيعملش معصية ولكن بيفوته الفضل. فبيقول صاحب مقام التحقيق لا يقف مع العوارض المحبوبة، فإنها تقطعه عن مصحوبه ومحبوبه، ولا مع العوارض المكروهة فإنها قواطع أيضا، ويتغافل عنها ما أمكنه، فإنها تمر بالمكاثرة والتغافل مرا سريعا لا يوسع دوائرها، فإنه كلما وسعها اتسعت ووجدت مجالا فسيحا فصالت فيه وجالت، ولو ضيقها بالإعراض عنها والتغافل لاضمحلت وتلاشت. يعني إيه؟ العوارض المكروهة، يكره أشياء بيلاقيها في نفسه هو عايز يتخلص منها علشان هي مكروهة، هي غير محبوبة له وليست محبوبة إلا، وهي قواطع بالتأكيد. ما في أشياء كثيرة لو التفت إليها، زي المثل اللي بنضربه دايما كده، حد مثلا إيه المثل اللي بنضربه اللي بنقول القطر اللي ماشي، لو إن سواء القطر كل شوية حد خبط القطر بطوبة، بالتأكيد إن ده أمر مؤلم القطر، وسواء القطر وصاحب القطر ممكن يكسر له ازاز، لكن حلها انه يعمل ايه؟ هينزل يقول للناس ما تخبطوه، لازم يمشي. ولو هو وقف عشان يفصصها ويشوف مين اللي حدف الطوبه دي وحدف الطوبه دي، هيجيله ايه؟ طوب كتير قوي. دول مثال عملي. مكروه للانسان ان يسمع حد ينقده، وان هو حد يذمه ويتضايق. طب حلها ايه بقى؟ تقعد تدور، فلان شتمني بكذا، وفلان قال عليا كذا، فلان قال كذا، يبقى ان شاء الله مش هتخلص ابدا، وهتفضل كده بتعطل، عند مكروه بتتكاثر بالايه؟ بالتشاغل بها. يبقى احسن حل انك تعمل ايه؟ تتشاغل عنها خالص، مش تتشاغل بها، مش تقعد تدور رضيو ما رضيوش، فرحوا ما فرحوش، اتكلموا عليا اتكلموا ليا، انساهم خالص، المحبوب منها والايه؟ والمكروه، لانها كلها قواطع، القواطع المحبوبه والقواطع المكروهه، لان انت لما تمشي انت عندك ملخص مخلص. ملخص يعني اجتمعت عندك واحد بالظبط كده الكتاب خلاصته ايه؟ ما هو الكتاب ده كبير قوي، بس هو اجتمعت اهم النقاط فيه في حاجات معينة، حاجات معينة جمعت له كل المهم في الكتاب. واحد دلوقتي أهم حاجة عنده زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن حديث جبريل أتاكم يعلمكم إيه؟ دينكم، حط الإسلام والإيمان والإحسان عشان تبقى إيه؟ ملخص، ما تفوتش منك حاجة، تعرف الدين منين؟ من هم الثلاث حاجات دول، وكل واحدة فصلها ماشي كده؟ ومهم قوي إنها تبقى موجودة ومفيش حاجة داخلة
غلط فيها. الإسلام والإيمان والإحسان مش داخل فيه بدعة، مش داخل فيه اعتقاد فاسد، مش داخل فيه إرادة فاسدة، لا، التلاتة الإسلام والإيمان والإحسان موجودين قدامه، خلاصة الدين اهو، وعامله كله بيدور عليه كله، مش واحد مثلا هيدور على العبادات الظاهرة فقط ومهمل الإحسان، ولا واحد هيدور مثلا على العبادات الظاهرة ويهمل العقيدة، أو واحد هياخد العقيدة بس ويهمل العبادة، أو واحد هياخد الرقائق وإصلاح النفوس ويهمل العقيدة الصحيحة ويهمل العبادة التي أمر الله بها. لا، هو عنده إيه؟ ملخص، مش كده؟ وما عندوش حاجة غلط في التلاتة، مفيش حاجة داخلة فيه، وهو في سكته دي مفيش حاجة بقى من القواطع بتشغله، لا حاجات بيحبها ولا حاجات بيكرهها. اللي بيحبها ما بينشغلش قلبه بيها علشان هو بيستحضر فنائها وزوالها، سواء كان اهل، مال، منصب، جنس، شهرة، ملك، كل ده من الحاجات المحبوبة لو انشغل بحاجة منها هتقطعه. طب والمكروه برضه بيتشاغل عنه، ما بيدورش عليه، لا يعبأ به، لا يلتفت اليه. بيقول نقراها تاني بقى، يقول صاحب مقام التحقيق لا يقف مع العوارض المحبوبة فإنها تقطعه عن مصحوبه ومحبوبه، اللي هي الأشياء اللي إيه، اعلموا أنما أموالكم وأولادكم إيه، فتنة تشغله، ولا مع العوارض المكروهة اللي هو سخط الناس، اللي هو أذى الناس، اللي هو فوات شيء من الدنيا، الإنسان حيكره ذلك. لكن ما يقعدش ولا تهن ولا تحزنوا. ايه ولا تهن ولا تحزنوا؟ فالواحد يقعد يقول اه يا دي اللي راح مني، يا دي اللي خسرته، ويقعد اي مصيبه تحصل له يبقى ايه، قاعد مش مستحمل، عمال يفكر في اللي فات، او ده انقطاع بسبب قواطع مكروهه، مش كده؟ الحزن على ما فات، ولما تنزل مصيبه الهم بقى والغم والألم اللي ما يستحملوش. انت عارف احسن حاجة تخليك يزول عنك شعور الألم ان انت تنشغل عنه، وتقوم ما تحسش بيه. ولذلك انسى بقى اللي الناس بتقوله والناس بتعمله، حتى الأذى الذي يصيبك لو انت تعاملت معاه بطريقة انه مش مهم اللي حصل ده، ابقى وهل انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيتي. واحد لا شفت الصبع اللي اتعور، يا ده وجعني جدا، ده مش قادر خالص، مش هتنفع. الرسول صلى الله عليه وسلم اتعور وقالوا هل انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيتي. صاحب التحقيق لا يقف مع العوارض المحبوبه فانها تقطعه عن مصحوبه ومحبوبه، ولا مع العوارض المكروهة فإنها أيضا قواطع أيضا، ويتغافل عنها ما أمكنه فإنها تمر بالمكاثرة والتغافل مرا سريعا. هي تغافل عنها وهي كثيرة، ما مش هتخلص يعني، خلاص اتعودت ان في ايه، قواطع مكروهة، اتعودت ان في يعني لو انت وقفت معاها انت مش هتقطعك. ليه؟ لان المكروهات كتير، ما مش هتخلص. واحد مريض، واحد ابتلي، واحد اوذي، واحد ناس اتكلمت عليه، واحد فلوسه راحت، ما انت متعود ان الحاجات دي كل يوم هتحصل، فخلاص بالمكاثره تمر. لا يوسع دوائرها فانها كلما وسعها اتسعت، ووجدت مجالا فسيحا فصالت فيه وجالت. اهو الفيسبوك من هذا الباب، التعليقات واللايك، مش كده؟ واحد علق تعليق، شفت كتبوا ايه، وعلى 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 وعشان يرد بقى، واتسعت كلما اتسعت دوائرها. واللايك ده الاعجاب، حتى بداوا يصنفوه بعض الامراض، امراض الادمان، اللايك، حتى بيقولوا عايزين يلغوا اللايك من الفيسبوك، عشان الناس بتكتب حاجه عشان يعملوا عليها ايه؟ لايك، معجب، يعمل له كده. فدي اهم حاجه عنده، انه يكتب حاجه عشان الناس يعجبوا بالايه؟ باللي كتب، ودي قواطع محبوبه. ماشي كده؟ نفسه يعملوا لايك،
والتاني مشغول بالرد. يا سيدي انسى الموضوع برمته، عجبهم ما عجبهمش، ما علقوا تعليقات سيئه. بيقول كلما وسعها اتسعت ووجدت مجالا فسيحا. الله لو يقفلوا البتاع ده، فصالت فيه وجالت، عشان الشيخ مش عارفه اصلا. قول لك احنا بنقول ايه؟ ان هو سيبه منه. سيبه منه. ايه منه خالص؟ بالظبط كده. بيقول عشان ما يعرفوش اهو، بيقول ولو ضيقها بالاعراض عنها والتغافل لاضمحلت وتلاشت. وبالتالي كم من الاكاذيب الباطله التي كذبت على الانبياء. النهارده دلوقتي قالوا كلام كتير، راحت فين؟ خلاص. وكذلك اهل العلم تعرضوا في ازمنتهم لانواع من الطعون والبلايا والاتهامات، واللي باقي علمهم النافع والشتيمه اللي شتموها، وكلهم شتموا. فصاحب مقام التحقيق ينساها ويطمس اثارها، ويعلم انها جاءت بحكم المقادير في دار المحن والآفات. قال لي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مرة: العوارض والمحن هي كالحر والبرد، فإذا علم العبد أنه لا بد منهما لم يغضب لورودهما، ولم يغتم لذلك، ولم يحزن. فإذا صبر العبد على هذه العوارض ولم ينقطع بها، رجي أن يصل إلى مقام التحقيق، فيبقى مع مصحوبه الحق وحده، فتهذب نفسه وتطمئن مع الله، وتنفطم عن عوائد السوء حتى تغمر محبة الله قلبه وروحه، وتعود جوارحه متابعة للأوامر، فيحس قلبه حينئذ بأن معية الله معه وتوليه له، فيبقى في حركاته وسكناته بالله لا بنفسه، وترد على قلبه التعريفات الإلهية. إن ربنا بيعرفه من عنده عز وجل، ويعرفه دي كده ودي كده، يعرفه الحقائق، حقائق الأمور. وذلك إنما يكون في منزل البقاء بعد الفناء والظفر بالمحبة الخاصة، ويشهد الإلهية والقيومية والفردانية، الوحدانية. فإن على هذه المشاهد الثلاثة مدار المعرفة والوصول. والمقصود أن صاحب مقام التحقيق يعرف الحق ويميز بينه وبين الباطل، فيمسك بالحق يتمسك، ويمسك بالحق ويلغي الباطل. فهذه مرتبة. ثم يتبين له أن ذلك ليس به، يعني مش بنفسه، بل هو بالحق، بل بالله وحده، فيبرأ حينئذ من حوله وقوته، يعلم أن ذلك بالحق. ثم يتمكن في ذلك المقام ويرسخ فيه قلبه، فيصير تحقيقه بالله وفي الله. عشان كده يقول تلخيص مصحوبك من الحق، ثم بالحق، ثم في الحق. في الحق يعني كل ما يسعى إليه هو في مرضاة الله عز وجل. ففي الأول يخلص له مطلوبه من غيره، يخلص له مطلوبه إخلاص وإرادة، إرادة وجه الله هذا، ويتجرد له ممن سواه. وفي الثاني يخلص له إضافته إلى غيره، وأن يكون سواه سبحانه. إضافته إلى غيره يعني اللي حصل له ده من إياك نعبد ما حصلوش إلا بإياك نستعين. يخلص له مطلوبه من غيره، إياك نعبد، أن يكون ذلك بالله، إياك نستعين. وفي الثالث هو في الله، تجرد له شهوده وتصوره، بحيث صارت في مطلوبه، ليس له إلا مرضات الله عز وجل. فالأول سفر إلى الله، والثاني سفر بالله، والثالث سفر في الله سبحانه وتعالى. إن أشكل عليك معنى السفر فيه والفرق بينه وبين السفر إليه، ففرق بين حال العابد الزاهد السائد إلى الله الذي لم يفتح له في الأسماء والصفات والمعرفة الخاصة، وبين حال العارف الذي قد كشف له في معرفة الأسماء والصفات والفقه فيها ما حجب عن غيره.
اللي هو في الله عز وجل أهم حاجة عنده ما يتعلق بالتعبد لله بأسمائه وصفاته.